صلى الله عليه وسلم. وزلنا مع كتاب بداية المجتهد، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا وعن حاضرين ومسلمين امين. قال الامام ابن مسلم رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب بداية المجتهد ونهايته المتصل الفصل السابع، قال الباب الثالث من الجمله الثالثه. لا، وقال وذهب قوم لانها من فروض الكفايه. احنا قلنا ان الجمعه فرض ايش؟ فرض عين، صح ولا لا؟ وقفنا عند ان قال بعضهم قال من فروض ال، قال اما وجوب صلاه الجمعه على الاعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها رحمه الله عليهم، لكونها بدلا من واجب وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا خلصناه. قال وذهب قوم الى من فروض الكفايات. قال وذهب قوم رحمهم الله الى انها من فروض الكفايات. قال وعن مالك رحمه الله روايه شاذه انها سنه. قال والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاه العيد لقوله عليه الصلاه والسلام ان هذا يوم جعله الله عيدا. قال واما من واما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاه المتقدمه ووجد فيها زائدا عليها اربعه شروط، اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. قال اما المتفق عليهما فالذكوره والصحه فلا تجب على امراه ولا على مريض باتفاق، ولكن ان حضروا كانوا من اهل الجمعه. قال واما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، فجمهور على انه لا تجب عليهما الجمعه، وداود واصحابه رحمه الله عليهم اجمعين على انه تجب عليهما الجمعه، وسبب اختلافهم اختلافهم في صحه الاثر الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصلاه والسلام الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه، عبد مملوك او امراه او صبي او مريض. قال وفي اخرى الا خمسه، قال وفيه او مسافر. قال والحديث لم يصح عند اكثر العلماء. جزاكم الله خيرا. هو في نعلم ان الجمعه فرض عين على كل مكلف. العموم قوله تعالى الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا جميعا الى ذكر الله. نعم، وبعضهم قال بانها فرض كفايه واخذ ذلك من كلام الامام الشافعي، ولكن فهم خطا بانه جمع بين العيدين وما صلاه الجمعه فقال اذا فهي من فروض الكفايه. والمعتمد في مذهب الشافعي ان الجمعه فرض عين على كل الا ما استثنى الشرع من ذلك. وعم مالك رواه شاذ قال انها سنه، وهذا لم يعتمدوا علماء المالكيه في هذا الباب. تقول والسبب اختلافهم تشبيهها بصلاه العيد لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم جعله الله عيدا، يوم الجمعه يعني جعله الله عيدا فشبهه بصلاه العيد. الحقيقة أنه قال أن السلام سماها عيدا ليس لتشبيهها بصلاة العيدين، ولكن عيدا لأن اليوم إيش؟ عيد يجمع بين مفضائل ومحاسن كثيرة جدا، منها أن في ساعة لا يرد فيها سائل، منها صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تكون شهرية وفيها الوعظ والتذكير، منها أن الدعاء مستجاب في ساعة معينة، منها أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الله خلق آدم في هذا اليوم، أيضا تقام الساعة في هذا اليوم، فليها محاسن كثيرة جدا، لذلك سمي عيدا. ولذلك أمر بالغسل على الاجتماع في ذلك، أمر قال الغسل واجب على كل مسلم. وفي صلاة الجمعة قال الله تعالى خذوا زينتكم عند ها عند كل مسجد. نعم، كل مسجد. فإذا كان كذلك عند كل مسجد فما بالك يوم الجمعة. وأما قوله وأما على من تجب فعلى ما وجدت فيه شروط وجوب الصلاة، المعنى أنها واجبة على كل بالغ مسلم عاقل رشيد. وفيها أيضا استقبل القبلة، هذه من شروطها، ومن شروطها الطهارة، طهارة المكان، طهارة ليش؟ طهارة المكان، طهارة الملبس، طهارة البدن، طهارة البدن. والبلوغ والوقت كما قلنا في ذلك من الشروط المهمة التي لابد أن تتوفر. أما البلوغ فقد قال الله جل في علا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال سلم رفع القلم عن ثلاثه، منها الصبي حتى يحتلم. ولذلك قال علموا اولادكم الصلاه واضربوهم علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر، لانه غير مكلف. واستقبال القبله لقول الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال ان الانسان المسيء لصلاته قال فاستقبل القبله ثم كبر. واما الطهاره قال تعالى وثيابك فطهر. واما المحل قال اهريقوا، لما بال الاعرابي قال اهريقوا عليه بولا او سجلا، اسف اهريقوا على بولي سجلا من ماء او ذنوبا من ماء.
وأيضا لما كان يلبس النعلين فيهما قذر أو أذى جاء جبريل فأمره أن يخلعهما وصلى كان قد صلى صلى بهما. قوله ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط، اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. أما المتفق فيهما عليهما الذكورة والصحة، يعني أن يكون رجلا والذكورة قيد يخرج الإيش النساء، فالمرأة ذكورة مش ما المرأة ليس واجبا عليها الذهاب إلى الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، لما قالت له أحب أن أصلي خلفه قال أعلم ذلك، وصلاة كفاية خير لك من صلاة في مسجد هذا، على التعميم على التعميم. وقوله وبيوتهن خير لهن صارف للأمر به فاسعوا إلى ذكر الله، مفهوم أم لا؟ يفيدنا ذلك فاسعوا إلى ذكر الله أنها لو صلت جماعة قبلت منها وحسبت لها جمعة، مع أن الجمعة ليست إيش واجبة، أتصلي الظهر عندها في بيتها. فالجمعة لا تجب على المرأة، خرج الذكورة خرجت المرأة من هنا. والصحة أن المريض له إيه عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ليس على المريض حرج. فلا تجب الجمعة على المرأة ولا على مريض باتفاق، لأن المريض من أهل الأعذار. قد قال ابن قطان أجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهم لا يجيبون عليهم الحضور. نعم، هل صوتك لو ذهبت المرأة صوت الجمعة تكون خلفت الأولى؟ نعم تكون خلفت الأولى. وشوف المرض يسقط الواجبات. قال عمران بن حسين لما سأل الإنسان على الصلاة قال له صلي قائمة، وكان عنده البواسير، قال صلي قائمة فلم تستطع فإيش فلم تستطع فعلى جنب. قوله أما المختلف فيهما المسافر والعبد، فأما المسافر قف الله عنه، أما العبد فلأن إذنه بيد سيده فهو لا يملك الحرية في نفسه، وهذا ليس قصورا في العبد كما دعا أعداء الإسلام، لأن الإسلام حث على الاعتاق ورغب فيه، كما أن عتق الرقاب يأتي من مقدمات المكفرات. ولكن عبد هنا موازنة أن وقته لا يملكه، وقته وين ملك لسيدي، لذلك لم تكن عليه الجمعة واجبة، لأنه ممكن يتعارض حق سيدي مع الجمعة. وهنا لا يقال تعارض حق سيدي مع حق الآل، لا لو تعارض حق السيد مع حق الله يقدم حق الله، هو تعارض ليس مع أصل من أصول حقوق الله ولكن مع وصف. فالأصل عليه لو يصلي جمعة يصلي إيش ظهرا، يبقى أصل الفريضة عليه ولا مش عليه؟ عليه، المسألة في الوصف فقط في هذا الباب. قلنا حق سيدي هنا يقدم، حق سيدي هنا يقدم، وأما المريض فلا عذره كما قلنا. إذن المسافر خف الله عنه، وقد جاء في ذلك يعني أن السلام وضع شطر الصلاة على المسافر ووضع الصيام عن الحامل. الله الله. وقوله فالجمهور أنه لا تجب عليهما الجمعة، هذا الحقيقة أن داود الظاهري قال تجب الجمعة، نعم تجب على المسافر وتجب على العبد. أما تجب على المسافر قد نقل عن الزهري أنه قال إذا سمع الأذان وجبت، والصحيح أن المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، والدلاء على ذلك أن يوم عرفة كان يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها إيش ظهرا، سقطت ولا ما سقطت؟ سقطت أولا، فصلىها ظهرا، ففيها دلالة أن في السفر تسقط صلاة الجمعة تسقط. وهذا بغض النظر على أنه سافر صباحا بعد شق الشمس، لما سافر الأمر سيان، إذا سافر وكان على السفر ويصلون الجمعة له أن يترك الجمعة ولا أن يصلي ظهر مع العصر. وزاد اختلافهم في صحة الأثار الواردة في ذلك، وهو قول صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. هذا أخرجه داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وقيل صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا خمسة، قال أو مسافر، حديث واجب الصلاة إلا لخمسة أو مسافر حديث ضعيف لم يصح. وقيل فيه انقطاع، ولكنه يعني جاء عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول، مرسل الصحابي صحيح. لكن الصحيح الراجح أن نقول المرأة ليس عليها الجمعة، وأيضا العبد ليس عليه الجمعة. أما العبد فلحق سيدي، وأما المرأة لأن النبي قال عموما قال بيوتهن خير لهن، ولأن الله تعالى قال أنت وقارن في بيوتكن، فالأصل أنها لا تأتي الجمعة. وأما العبد حق سيده هنا
يقدم على الوصف لا أصل العبادة. أصل العبادة الصلاة وهو يصليها، لكن يقدم على الوصف. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.